بروج فعليا مدينة رفح منذ 3 أيام تشهد غارات غير مسبوقة، وهناك تخوف فلسطيني من أن تكون هذه الغارات هي مقدمة لتنفيذ هذه الوعودات الإسرائيلية بدخول المدينة. اليوم هناك أكثر من غارة في مجملها، يعني استهدفت مناطق في شمال وشرق المحافظة، تم استهداف روضة أطفال، كان هناك قتيلتان فلسطينيتان، وقبل ساعة تقريبا من الآن تم استهداف عربة قتيل فلسطيني، وسبق ذلك أيضا استهداف مركبة. وبالتالي يمكن الملاحظة بأن وتيرة القصف الإسرائيلي على مدينة رفح بدأت ترتفع شيئا فشيئا، والخوف الفلسطيني الآن من احتماليتين: الأولى، هل سيتم الدفع بهم إلى مناطق الحدود وبالتالي الدفع بهم إلى مصر، وهذه مرفوضة فلسطينيا وبالاعتقاد أيضا عند الفلسطينيين أنها مرفوضة إقليميا، أو سيتم إعادتهم إلى الشمال، وهذا بناء على ماذا سيكون؟ هل سيعودون تحت التفتيش على نقاط إسرائيلية أم عودة حرة لهم إلى هناك؟ بكل الأحوال عمليات القصف الإسرائيلي أيضا مستمرة ومتواصلة على مدينة خان يونس، قتل فلسطينيان في وسط المدينة أيضا بعد أن حاولا العودة إلى بعض المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لتفقد منزلهما، ويستمر بالمقابل الحصار الإسرائيلي على محيط مستشفى الأمل ومناطق قريبة من مجمع ناصر الطبي. الإصابات تصل إلى المستشفى الأوروبي شرق المحافظة على اعتبار أن هذا الطريق ليس به مسار للدبابات الإسرائيلية حتى اللحظة، لكن هناك أيضا جملة من الاستهدافات والاشتباكات أيضا مع التنظيمات الفلسطينية في محاور غرب مدينة غزة التي يسمع فيها أصوات انفجارات قوية. الجيش الإسرائيلي قام بنصف مربع سكني في محيط منطقة أنصار غرب مجمع الشفاء الطبي، ويتواجد في مناطق تل الهوى والجامعات، وأصوات الانفجارات تسمع هناك بقوة. بينما حصيلة قتلى دير البلح، وهي ربما المحافظة التي شهدت أعنف الغارات الإسرائيلية، ارتفعت قبل قليل إلى 14 قتيلا، وكل هذه الغارات طالت منازل فلسطينيين في المحافظة، وكل هذه الغارات أيضا تجعل الوضع الإنساني أكثر سوءا سواء في محافظات الجنوب أو الشمال. مسألة نقل المواطنين أو السكان أو النازحين إلى الشمال، إعادتهم إلى مدينة غزة بعد الانسحاب الجزئي من مدينة غزة، ذلك استعدادا للذهاب بقوة نحو مدينة رفح، هل بالفعل هناك بوادر لسماح الإسرائيلي بعودة النازحين إلى الشمال؟ حتى اللحظة ليس هناك أي مؤشرات إلى ذلك. الجيش الإسرائيلي ما زال يقطع شارع صلاح الدين من ناحية مدينة غزة والمحافظة الوسطى، ولم يوجه أي رسائل أو أي نوايا بأنه سيسمح إلى سكان الشمال ممن يقيمون في مدينة رفح أو في دير البلح بذلك. وبالتالي يمكن القول أن هذه ربما تكون نوايا مستقبلية بإعادتهم بناء على تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، لكن الخشية الفلسطينية هنا عند النازحين تحديدا من مسألة العودة تحت مراقبة أو سماح الجيش الإسرائيلي بعبورهم عبر نقاط، وبالتالي حتى لا يتمكنون من حمل أمتعتهم أو خيامهم والذهاب إلى هذه المناطق التي أصبحت مدمرة كليا في منطقة شمال قطاع غزة، وبالتالي هي خيمة ستنتقل من رفح إلى شمال القطاع. هذا من وجهة نظر الفلسطينيين اليوم.